متابعين الكرام على موقع شواقع تي في، كنحييكم مره اخرى. اليوم حنا متواجدين في مدينه الجديده وبالضبط من فعاليات نسخه 12 من مهرجان الضحك. اليوم كنستضيفوا مدير المهرجان ومدير الدورات السابقه السيد هشام عطواشي. سي هشام، مرحبا بك. اول سؤال بغيت نسولك، شنو كتخشي على الدوره على سابق الدورات؟ غير الجديد في هذه الدوره اننا بعدا حاولنا اننا يعني يكونوا عندنا دو فولي ليفينمون ديالنا، الفيستيفال ديال الضحك ديال الجديده. هو أن السنة كانت مميزة، لماذا؟ أن المسابقة يعني خدات الوقت ديالها، والمهرجان هو الآن يستمر طيلة الأربعة أيام برنامج غني وبأطباق فنية كوميدية متنوعة. شنو هما الصعوبات اللي واجهتك في هذه الدورة؟ هو الحقيقة الصعوبات منذ البداية ديال هاد التظاهرة في الجديدة. لماذا؟ لأن هناك يعني إكراهات تنظيمية من عند يعني في الدعم في يعني في مساعدات من طرف المسؤولين على الشأن الثقافي في المدينة، لأن كنشوفوا يعني غياب المسؤولين على التظاهرة علما أنها خلقت واحد الإشعاع واستطعت أنها تستضيف مواقع اللي الآن تتابع معنا فعاليات هذه الدورة. وهذا يعني كيدخل في الاهتمامات المشتركه وفي البرامج الخاصه بهذه القطاعات اللي هي مسؤوله عن الشان الثقافي في المدينه. لماذا؟ لان الثقافه والفن هم رافعه للتنميه والاشعاع الاقتصادي والسياحي لاي مدينه. اذا هنا يجب تضافر الجهود من الجميع، سواء كانوا مسؤولين او فنانين او فعاليات مدنيه وجمعويه في المدينه او اعلاميين كذلك، لان هنا الحلقه مشتركه، وهذا من الواجب علينا كابناء المدينه ان نقدم هاد يعني هاد البرامج كي نرقى بالاعمال اللي كنقوموا بها، سواء المتلقي اللي كيبقى هو ابن المدينه او الزائر اللي كيجي للمدينه وكيلقى واحد الغياب ديال عدد ديال الفضاءات اللي كتحتضن انشطه. حنا كنلاحظوا داخل المسرح ايام العاديه كيبان لك المسرح على انه مسدود، علما ان المؤسسه ديال المسرح فهو فضاء كبير جميل بقاعات ديالو، ممكن يحتضن معارض، يحتضن لقاءات، يحتضن تداريب تكوينيه لفائده الشباب، علما ان الفئه الكبيره في المدينه ديال الجديده راه كنشوفوها شباب. دونك الى حاولنا اننا نخلقوا واحد البرنامج قار بهذه المؤسسه ديال المسرح ديال عفيفي، غنكونوا يعني اشتغلنا الى جانب المؤسسات اللي كتقوم بالدوره في هذا المجال، وغنكونوا قيمه مضافه للعمل ديالهم. علاش هذا العام ما كانش واحد الاقبال كبير في فتره الكاستينغ؟ لا ماشي هاد بالنسبه للكاستينغ، حنا اون سيليكسيوني لي بارتيسيبون اللي رسلوا لنا الملفات ديالهم، و سيليكسيوننا 12 بيرسون 12 كانديدا اللي ناديناهم بدعوه رسميه للمشاركه معنا في المسابقه. كاين اللي تعذر عليه المجيء لاننا تزامنا مع كاستينغات ديال مهرجانات اخرى في المغرب اللي كتمشي في هذا المجال ديال الكوميديا. علاش كيتم الاعتماد فقط على الجرائد المحليه وكيتم الاستغناء على الجرائد الوطنيه؟ هذا السبب اللي كيخلينا المهرجان معروف فقط على الصعيد الاقليمي. لا هذا ماشي صحيح. الاستقطاب ديال 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 الجرائد المحليه او لا الوطنيه، هاد المساله لا يعني كنختلف معك فيها، ماشي لاننا حنا كاداره ديال المهرجان في اي دوره يعني كتجي المرحله ديال الاعلام كنشتغلوا عليها، كنحاولوا نهيئوا بلاغات صحفيه بالعربيه والفرنسيه، كنرسلوهم لجميع المواقع جميع المنابر سواء الالكترونيه او الورقيه الوطنيه، وكتقوم بالدوره. والدليل هذه السنه هو يعني عندنا شركاء اعلاميين وماشي غير جديدين علينا اليوم في هذه الدوره، بينما كانوا معنا في دورات سابقه، معنا لاشين ديال ايت راديو، معنا راديو بلوس، كذلك جريده الصباح غطات يعني قبل انطلاق الحدث، كذلك معنا جرائد اخرى لا داعي لذكر الاسم ديالها لان اللائحه طويله وما غنقدرش غنكون مجحف الا ما ذكرتش الجميع. دونك يعني بالنسبه للمتابعه الاعلاميه، غير انا اللي السؤال اللي كنتظر وهو يعني الاختلاف ديال المهرجان الضحك على باقي المهرجانات في المغرب. هذا هو السؤال اللي كان خصو يتوجه من بركم،
مرحبا، نعرفوا شنو هو الاختلاف. فوالا هذا هو اللي بغيت نقول لك، الاختلاف هو اننا خلينا المهرجان منذ البدايات ديالو، منذ التاسيس ديالو، على انه يبقى يعني الكونسيبت ديالو ولا فيزيون ارتستيك اللي كنشوفوها، حتى قلت لك كيف قلت لك الكونسيبت يبقى 100% كولتورال، يعني كيختلف على باقي المهرجانات اللي ربما كتستعمل به تري، كتستعمل به شيء، مي حنا الجمهور اللي كيكون عندنا فهو جمهور مدعو بدعوه ونحن نؤدي الثمن. بغض النظر، لان هذه هي الاكراهات التي نواجهها، المدعمين عندنا مدعمين محليين، ما عندناش مدعمين مركزيين اللي كيعطونا واحد الدعم اللي 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 غيقدر يغطي لنا يعني مشاكل المهرجان، سواء لان جل الفنانين اللي كيجيو عندنا راه كيتخلصوا، راه كنديروا معاهم دي كاشي، غير اللي بحكم العلاقات وتواجدنا في الساحه الفنيه واننا كنمارسوا الفن، كتبقى ديك العلاقه ديال التخفيف ديال داك العبء ديال داك الكاشي اللي كيكون كبير علينا، كنقدروا نتجاوزوا مع الاصدقاء ديالنا فنانه اللي ما كيبخلوش علينا. ومن هذا المنبر كنوجه الشكر ديالي لجميع الفنانه اللي كيجيو يساندونا واللي شاركونا منذ البدايات ديال تاسيس المهرجان. حنا حتى الكونسيبت كان عندنا راه كي يعني كنا كنحلموا اكثر واكبر، لدرجه في دوره من الدورات استضفنا اسماء كبيره جدا في السينما والساحه المصريه، على سبيل الذكر احمد رزق، رامي الجلال، كارينيغي، اسماء متعدده جات شرفتنا في منصه مسرح عفيفي، في السابق كان كيتسمى المسرح البلدي، الان وهو كان نداء، يعني الفضل يرجع في حمل هذا الاسم الاسم ديال مسرح عفيفي المهرجان الضحك، لان في احدى الدورات وعلى ما اعتقد انها الدوره الثالثه كانت الدوره ديال توريا جبران، هذيك السيده وهذيك الفنانه القديره اللي كنعتزوا بها كثيرا، على ما اظن في القاعه ديال المؤسسه ديال التجاره والتسيير ديال سي جي، يعني في الفتره ووقوفها امام الجمهور قالت بالحرف هذا نداء الجمهور والمسؤولين ديال المدينه الجديده، ولا زالت الاطخاص ديال هذا الشيء اللي كنقول، يعني هذا كلام ماشي تنقوله غير باش نموهكم ولا يعني لا يجانب صواب، مي هذا نداء وجهته لجميع مسؤولي مدينه الجديده وعلى راسهم الجماعه صاحبه هذه المؤسسه اللي الان لا تتوفر على اداره. قالت لهم رجاء اطلب منكم ان كان هذا التكريم يحمل لي دلاله فارجوكم ان يحمل اسم مسرح المسرح البلدي الاسم الراحل محمد سعيد عفيفي لما اعطى لهذه المؤسسه، لانه كيشرف كان كيشرف على الفرقه ديال المسرح البلدي، كان كيشرف كذلك على التكوين ديال الممثلين هنا في مدينه جديده، والاخوان اللي عايشوا المسرحي سعيد عفيفي لهم يعني الكلام في هذا الباب. يعني كيف ما قلت انا من بعد في دورات المهرجان استقطب فنانين معروفين في الساحه، حاليا ما بقيناش كنشوفوا واحد الفنانين اللي هما عندهم واحد الصدى كبير وواسع، يعني في المغرب كيف ما كنلاحظوا كاينين المهرجانات مازال عندهم الدوره الثانيه ولا الثالثه واستقطبوا فنانين معروفين عالميا، شنو هو السبب اللي خلى مهرجان الضحك نقص؟ شكرا على هذا السؤال. بعدا بالنسبه للدعوه ديالتنا الاسماء اللي هي كبيره، حنا غير كيف قلت لك الكونسيبت كيختلف على المهرجانات الاخرى، حنا المهرجان عندنا كيعرف برمجه من نوع خاص، غير ما كنركزوش على لي باساج الكوميديا 100%، لان كاع الاسماء عسل في الدباس واللائحه الطويله ما عدا المجموعات التي تكتلت في مجموعات واصبحت تقدم عروض مشتركه هي التي نعجز عن استقطابها وبرمجتها ضمن البرنامج العام للمهرجان. بالنسبة لنا لماذا لم نستدعي أسماء كبيرة؟ نستدعيها من خلال العروض المسرحية التي نقدمها، تلقى مشاركة الأسماء التي تؤتي المشهد يعني التلفزيوني والمسرحي والسينمائي في المغرب، ولها كاريزما ولها اسم حاضر في كل يعني في كل في كل في كل يعني الاعمال التلفزيونيه اللي كتقدم او الاعمال المسرحيه كتلقى اسماء اللي هي وزينه. ضف على ذلك اننا نحبذ ان نبرمج اعمال تميل الى الكوميديا عباره عن عروض مسرحيه اكثر من نحبذ الاعمال التي اصبحت الان لكوميديين قد تتجاوز الفئه او المتلقي، باسكو حنا منفتحين على عائلات على شباب، يعني الجمهور عندنا متنوع خليط، والاتجاه والتوجه اللي غاديين فيه الشباب هو كيميل ديك الكوميديا الخفيفه، كوميديا اللي ربما كتقدر تخرج على الاطار وكتمس بالحياه، وهناك احتراما للعائلات كنحاولوا نجيبوا يعني اون باراليل
عرضين مسرحيين موازاة مع ليكالا ديال الضحك اللي كنديروا هنا بالقاعات اللي كتحتضن العروض المسرحيه. يعني في الدوره السابقه وليا بالضبط الدوره 11 ثنائي كان فاز ذاك العام في الكاستينغ وما توصلش بالاجر ديالو على بعد شهرين، وقالوا لنا بالحرف انهم على بعد اتصالات كثيره وكثيره باش وصلوا بالاجر ديالهم. شنو كتبغي تقول؟ انا غنجاوبك على هذا السؤال، وهو اننا منذ الدوره السابقه المستوى تدنى. ما عرفتش هل هو تميع الكوميديا ام يعني هاد الشباب اللي كيشتغل على هاد المجال ربما باقي ما لقاش ذاته ولا لقى الطريق اللي يمشي فيها. بالنسبه للمشاركين تلقوا الاجر ديالهم، كان هناك فقط خلاف في العقد لاننا احنا مطالبين بجيستيف واثبات وثائق. الاخوان انهم تسلموا الهديه ديالتهم يوم الاحد، وكانت العشيه مقاطعه محلين، دونك احنا توافقنا معاهم على اساس غادي يتصلوا باحد اعضاء الاداره ديال المهرجان اللي هو تو تيشتغل في الدار البيضاء، وربط معاهم الاتصال وتم تسويه الوضع، لان الجوائز احنا نسلمها في وقتها ما عدا الاتفاق. وحتى المستوى اللي بدينا كنلاحظوه يعني بدا كينزل. لماذا؟ لان هناك كثره المهرجانات، كاين شباب اللي طموح يحب هذا المجال، بين يعني شهر واخر نلاحظ مهرجان كيحل الصباح كيسد العشيه مالو، فيه مجموعه ديال الشباب ما تعطاتهمش فرص مهرجانات، كاينو دوك كيديروا مهرجان افيش سهله ملصق جوج سميات تصاور، دونك هنا ولا تميع ديال الكوميديا. حتى حنا مثلا غدا ملي كنمشيو نبغيو نعرضوا مشاريعنا على المؤسسه الدائمه، راه كنلقاو اشكاليه كبيره باش نعرفوهم بهذوك الاسماء. ميم هاد لي ستاند ابيس اللي دازوا معنا كاع كنقول لهم فلان فلان فلان، ما كاين اللي ما كيعرفوش، بينما الاسماء التي لها حضور في الساحه راه معروفه. مي هادو اللي طالعين دابا راه علاش؟ لان هناك تعدد، هناك تنوع ديال القنوات، هذا كيتفرج هنا، هذا كيتفرج هنا، واش غادي يبقى تابع هذاك الكوميدي؟ دونك هذا كيبقى غير تناوي هذا المشكل، يعني ماشي مشكل عندنا. لماذا؟ حنا في الترتيبات ديالنا وفي الاعتمادات الماليه ديالتنا كنعتمدوا على جيوبنا عاد كنديماريو فيستيفال، لان حتى سبونسورينغ وداك الشيء ما كنتوصلوا حتى شي حاجه في البدايات. هذه امكانيات شخصيه، وهذا يعني الحاح ديالنا، والله يحب العبد الملحاح. دونك حنا عندنا مهرجان للجديده ليس لشخص ما، نحاول قدر الامكان ان نكون في المستوى بحكم ممارستنا للعمل الفني، بحكم اننا نحب هذه المدينه، بحكم اننا كنقدموا عملنا بصدق. فالحقيقه انني لو كنت بغيت نشتغل على جانب اخر اللي نوقف هذا المهرجان اكيد، وغدا غنشتغل على سهرات خاصه وندخل الفلوس ونربحها. مي انا كتشوفوا انتم راكم عاينتوا معنا الان، راه كندخلوا الناس يعني غراتويتمون، وحتى الا عملنا البيتري راه غنحرموا هذه الفئه، وهذا الشيء اللي ما بغيناش نمشيو فيه، لاننا راه تنشتغلوا في المجال طيله السنه، ليس لن نشتغل غير على المهرجان، بينما راه عندنا اعمال اخرى في هذا المجال، لان كنشتغلوا في ليفيمونسيال، كنشتغلوا في المسرح، كنشتغلوا في السينما، والان احنا بصدد القيام بجوله الصعيد الوطني المسرحيه ديالتنا اللي كنقوموا بها بجوله اللي هي طامو مولات الشان، وادعوكم للمتابعه ديالتها والمواكبه ديالها معنا. شكرا لك سي هشام، وكنتمناو لك التوفيق ان شاء الله في باقي الدورات، وشكرا. Thank you.